العودة لمتابعة القسم الأخير من حلقتنا لليوم، منستقبل فيها المرشحات عن فئة جديدة، فئة مستحدثة، أفضل ممثلة لبنانية واعدة. ومعنا بالاستوديو سارة أبي كنعان، ليزا دبس، وسينتيا خليفة. أهلا وسهلا فيكم سينتيا. ثانكيو أمي. ثانكيو. شو كيف الشعور هلا؟ يعني السؤال أنا جامدة اليوم. رايقة. إيه برات استوديو كاركتر غير موضوع. ما فيك تعزيني. وأنت مغيرة كمان. سينتيا أنا مغيرة. سينتيا رح أبدأ معك بأول سؤال. سينتيا شو رأيك أو شو إحساسك بالترشح لهالفئة الجديدة أفضل ممثلة لبنانية واعدة؟ ما بعرف أمي، يمكن ما عندي جواب كتير فيكس، بس اللي بقدر أقوله أنه يمكن أنا صراحة بلشتك من الأول ما كان معي خبر أبداً، ولا نهار فتت على التمثيل يمكن كنت متوقعة أنه أو مفكرة أصلاً بترشحي للميراكس دور أو بالميراكس دور ككل. بس بما أنه هيك أنه ما كان معي خبر وكان سوربريز لإلي أنه هيك فجأة كون نوميني، فيمكن هيدا الشيء بيخاطينا يمكن أمل أكتر، بعكس كل اللبنانيين شو بيقولوا أنه التمثيل بلبنان ما له مستقبل أو شو عم تعملي وليه عم تعملي. لا بالعكس، بقول انه لا في مستقبل، وبالنسبه لي في مستقبل بس يمكن للناس اللي عن جد عندهم شغف. سينتيا انت مرشحه عن هالجائزه، اذا بنذكر المشاهدين الاعمال بسنه 2012 اللي مثلت فيها. بال 2012 السنه الماضيه كان اول عمل لي اللي هو روبي، بعدين دغري عملت جيور غرام، بعدين عندما يبكي تراب اللي نزل هيدا السنه، وهلا اخيرا جذور يلي هلا حاليا على قيد العرض. سينتيا اكيد كل التوفيق. ليزا كنت بتتوقعي انه تترشحي لهالجائزة؟ للصراحة لا، انه كان لإلي ميراكس دور انه كنت احضره على التي في، تشوف النجوم والوجوه المعروفة والممثلين، بس انه انا اترشح يعني كان هذا الشيء مفاجأة كبيرة لإلي وحلوة. كمان بركي هيك بتذكرينا بالادوار اللي برزت فيها. صورت روبي وهروب، انعرض هذيك السنة بال 2012. وتحضير هلا عم صور مسلسل رمضان يلي هو العائده بارتو. لكن جود لك لك كمان ليزا بكل المشاريع. ساره شو بتقولي لكل الاشخاص اللي صوتوا لك ويمكن اللي بعد ما صوتوا؟ بدي اقول للاشخاص اللي صوتوا لي ثانك يو، للاشخاص اللي بعد ما صوتوا ان جنرال مش بس لإلي، يفوتوا يحضروا الاعمال، يفوتوا يشوفوا العالم شو عملت ويقرروا اذا اقتنعوا بصوته. وذكر العالم بالاعمال اللي برزت فيها هيك كمان بركي بصوتوا لي. انا بلشت من عمري 11 سنه، بلشت ببنت الحي، كفيت خطوط حب، جات كفيت عيون الامل، القناع، جو الغرام اول مره، واخر عمل لإلي كان 24 ساعه حب بالسينمايات. هلا في كمان شيء جديد وحلو عم نشوفه، انه عم نشوف سوا المرشحات عن فئه واحده، يعني بعتقد بدون شك هذا الشيء ما بنشوفه كثير، يمكن لسوء الحظ بلبنان. ورح نستغل روحكم الرياضيه ونسالكم سينتيا اذا بتستثني حالك لمين بتصوتي بهالفئه؟ اف امي كثير صعب، والاسئله ما بحبه. حياتك الشخصيه عرفتي هالاسئله؟ انه يا حياتك الشخصيه. لا ما رح اكيد، لا ما بعرف امي، يمكن بتعرفي ليه ما رح اقول؟ لانه يمكن ماني حاضره، يعني اونستلي ماني حاضره اعماله انه كله تقدر قرير. وهيدا الشيء اللي مثل ما قلته سارة انا بطلبه من كل العالم اللي بدها تسوي، انه عن جد مش عشوائيا، مش اذا مش احضروا الاعمال وقرروا حسب التمثيل وبس، يعني مش شيء ثاني. ليزا عم تذبي راسك يعني. انا كمان هذا سؤال كثير حرج، ونفس الشيء كمان انا مش حاضره كل المسلسلات اللي سارة ما قلت سفينة كمان. لا انا مش بجمع الجوابين وبجيب ذات الشيء، لانه عن جد العالم لازم، يعني نحن ما فينا، نحن توصلنا لهون اوريدي، يعني العالم شافت وامنت بالموهبه، بركي العالم قدروا شافوا حالهم بالكاركترز اللي نحن لعبناهم، فبتصور انه ما بقدر صوت لحدا. انا بشكركم على وجودكم معنا، سارة أبي كنعان، سينتيا خليفة، ليزا دبس، ورح نختم الفقرة معكم بمشاهد من ابرز اعمالكم اللي ترشحتوا عليها. طبعا اشرف بس كثير صعب عليك، صعب عليك ومش احدا ثاني. قال لك انه بياك الاصل لبنانه. امي منطق حلو في وجهه نظر، بس هذا الشيء قابل للنقاش ما هيك؟ اكيد، يعني نحن عم نوقف لانه لازم نوقف مش لانه بدنا. اكيد، وهيك منكون عم نتصرف حسب قصص حاطين لنا اياها. بس فهميني ليه بتكره ياسمين هالقد؟ انه ما بحبها، بس انه ما بكرهها، انسانة عادية بالنسبة لإلي، ما في شيء بيربطني فيها، إنه مزبوط بنت عمي بس ولا مرة كنت قريبة منها أو هي قريبة مني، إنه مش هيك ما بحس لها شيء. حتى مكرم ما كان قريب منها، ما عم بفهم ليه هالبعد بيناتكم، مع إنه اللي بعرفه إنه عمو سعيد كان قريب من خيه. لأنه من الأساسية ولا مرة جربت تتقرب ولا مني ولا من مكرم،
أصلاً رفقاتها بينعدوا على أصابيهم، يمكن ما كان عندها رفقة غير أهلها.